بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي مجددا اليوم لمواصلة دراسة جهاز الملتيمتر، حيث سيخصص هذا اللقاء لقياس التوتر المستمر ثم المتناوب. نربط المدخل كوم للجهاز بسالب التغذية، والمدخل في بموجب التغذية، ثم نختار العيار المناسب بوضع المبدلة على القيمة الموافقة للعيار. والقيمة المناسبة في هذه الحالة هي 200 فولت. لماذا؟ لأن التوتر الذي سنقيسه هو 24 فولت، والعيار الأكبر مباشرة من هذه القيمة هو 200. نشغل التغذية والجهاز مباشرة، فنلاحظ أن القيمة المقاسة توافق القيمة المنسوخة على منبع التغذية. وبما أن التوتر المستمر توتر مستقطب، فماذا لو عكسنا القطبية؟ فنضع القطب الموجب للجهاز بسالب التغذية، والقطب السالب للجهاز بموجب التغذية، فنلاحظ أن القيمة المسجلة مسبوقة بإشارة سالبة، ومعنى ذلك أننا لم نحترم القطبية. نعيد التجربة لكن باحترام القطبية، فنلاحظ أن القيمة المسجلة على الجهاز موجبة. بعدما انتهينا من قياس التوتر في المستمر، سنستعمل نفس الجهاز لقياس التوتر في المتناوب. نقوم الآن بقياس التوتر في المتناوب. نختار العيار المناسب والمتمثل في 750 فولت. لماذا؟ لأن التوتر الذي سنقيسه سواء كان توتر بسيطا أو توتر مركبا محصور ما بين 200 و 750. وبما أن هذا التوتر غير مستقطب، فيكفي وضع أحد أقطاب الجهاز بالمحايد والقطب الآخر بأحد الأطوار ثم نقيسه مباشرة، فنجد أن هذا التوتر يساوي 237 فولت. نقيس التوتر بين الطور الثاني والمحايد فنجد نفس القيمة، وأخيرا بين الطور الثالث والمحايد فنجد نفس القيمة. هذا التوتر يسمى بالتوتر البسيط ويرمز له عادة بحرف V. نقيس الآن التوتر المركب والمتمثل في التوتر بين الطورين، فنجد 410 فولت، ثم بين الطور الآخر والطور الذي يليه فنجد تقريبا نفس القيمة. هذا التوتر المركب يرمز له بحرف U، والتوتر المركب يساوي التوتر البسيط في جذر 3، وسنقوم بعملية حسابية بسيطة للتأكد من ذلك. فالقيمة المحصلة عليها هي 237 فولت. نعيد قياس التوتر البسيط، فنلاحظ أن هذا التوتر البسيط يساوي تقريبا 237 فولت. فالعلاقة بين التوتري هي جذر 3. كما يمكن قياس التوتر بين أحد الأطوار والمأخذ الأرضي، والذي يجب أن نجده مساوي للتوتر بين الطور والمحايد، فنجد أنه يساوي 237 فولت. وأخيرا التوتر بين المحايد والمأخذ الأرضي، والذي يجب أن يكون منعدما، فهذا التوتر منعدم. وبهذا نكون قد أنهينا هذه القياسات الخاصة بالتوترات. إلى أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.